طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. بعد مد وجزر كبيرين، ها هو الرجل القوي في مصر اليوم المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الأسبق يترشح لرئاسة مصر. هذا الترشح الذي اعتبره البعض أنه استكمال لمسار انقلابي بدأ منذ أشهر، فيما اعتبره البعض الآخر أنه وضع طبيعي لرجل يريد أن يقود مصر في المرحلة القادمة. مصر أيضا هذه الأيام تعيش على وقع حكم المحكمة العليا القاضي بالإعدام على أكثر من 500 من النشطاء المصريين التابعين للإخوان المسلمين. مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير للزميل أحمد شجيع مراسلنا من مصر. طيب، لتحليل تفاصيل الحدث المصري ومستجداته يحضر معي هنا في البلاطو الأستاذين من جامعة تيزي وزو قسم العلوم السياسية، الأستاذ جمال عليوة والأستاذ سي بشير محمد. أهلا ومرحبا بكم معنا. أهلا. سينضم إلي عبر الهاتف دكتور أحمد سليمان وزير العدل السابق من مصر. أهلا ومرحبا بكم جميعا. طيب، لو أبدأ معك الأستاذ جمال عليوة، على الرغم من أن المشير السيسي المرشح الآن لرئاسة مصر قد أقسم في مرات عديدة بأغلظ الإيمان أنه لن يترشح، إلا أن الرجل أخيرا ترشح، في اعتقادك ما هي دلالات هذا الترشح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في اعتقادي أن الإعلان المشير السيسي ترشحه لرئاسة في مصر جاء استكمالا لما يمكن أن أسميه استحقاق الانقلابي، إكمال يعني الاستحقاق الانقلابي في مصر، لأن هذه هي بمثابة يعني الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل الانقلابي، يعني بالرغم من كل التطمينات التي قدمها الرجل يعني فيما سبق بأنه لن يتقدم للترشح للرئاسة، إلا أنه يعني المؤشرات كل المؤشرات الحالية يعني تظهر بأن هناك يعني استحقاق انقلابي كامل. الآن هذه حلقاته الأخيرة يعني بإعلان الرشد، الحلقة الأخيرة يعني من إعلان ترشحه للرئاسة، خاصة وأن كل المؤشرات تشير إلى أنه يعني سيكون الرئيس المقبل طيب لمصر يعني. طيب، الأستاذ سي بشير، هذا الترشح جاء قرأه البعض على أساس أنه جاء ليغطي على حكم لمحكمة مصرية قضت بالإعدام على 500 أكثر من 500 من النشطاء الإخوان المسلمين. في تقديرك يعني أولا نناقش هذا الحكم من حيث مدلولاته السياسية، ويعني هذا الحكم في ضوء ترشح المشير السيسي. طبعا إذا نظرنا إلى هذا الحكم من وجهة النظر القانونية لا يمكن مناقشة الوضع هذا الحكم إلا بربطه بالوضع السياسي بالسياق السياسي الذي صدر فيه منذ إعلان 3 جويلية الماضي الذي جسد يعني عزل الرئيس الشرعي المصري محمد مرسي وعودة العسكر مرة أخرى إلى الحكم في مصر. منذ هذا الإعلان ونحن نرى يعني نوع من التغيير في الساحة السياسية المصرية، جسده إعلان جماعة الإخوان حركة إرهابية من قبل مجلس الوزراء وليس من قبل هيئة قضائية. ثم هذه الأمور التي تجري هي جزئيات في إطار سياق عام، عزل جماعة الإخوان يعني عودة مصر مرة أخرى إلى سياق حكم العسكر الذي لم تتوقف يعني عنه منذ 1952. الرئيس المقبل الذي هو سيكون حتما للمشير عبد الفتاح السيسي سيكون الرئيس العسكري الرابع لمصر، وبهذا سيكون السياق العام هو سياق ليس خاص بمصر فقط بل هو سياق خاص بالمنطقة كلها، بمعنى أنه ما هو خارج عن المنطقة العربية إسرائيل تركيا وإيران يحق لهم أن يكون لديهم مشروع لتبوء مكانة قوة إقليمية، في حين أن كل الدول العربية
وربما المحير أننا نرى ثلاث عواصم تاريخية للعالم العربي الإسلامي، دمشق، بغداد والقاهرة، تعيش الآن في أزمة أمنية، أزمة سياسية. ربما يكون هذا كله في سياق وضع أسس لخريطة جديدة شرق أوسطية، وليس طيب خاص بوضع المصري فقط. طيب، لمناقشة هذا الموضوع أيضا أتشرف باستضافة الأستاذ حمدي شجيع، مراسل قناة الشروق من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذ. أهلا بك دكتور فيصل. طيب، كيف بداية أستاذ حمدي شجيع، كيف تلقى الشارع المصري خبر إعلان حكم الإعدام على أكثر من 500 شخص من نشطاء حركة الإخوان المسلمين في مصر؟ يعني هو الخبر تباينت وجهات النظر ما بين مؤيد ومعارض، أيد البعض يعني، وهم في الحقيقة ليسوا كثر، ولكن الإعلام في مصر له كثير دور شديد جدا من اللعب على شحن الكثير من الفئات الشعب المصري، وبالتالي جعل البعض يستقبل الخبر كما لو أنه يعني أمرا عاديا، خاصة وأن الأحداث السابقة في مصر ووقوع الكثير من القتلى أصبح جعل عند البعض شبه برود بتلقي أخبار القتل أو الإعدام. ولكن في حقيقة الأمر الجميع يعلم أن هذا الحكم لن يطبق، وأن بطبيعة الحال الأحكام تكون في مصر هي يعني بعد كل حكم هناك عملية استئناف والنقض، ومحكمة النقض هي التي تؤيد الأحكام في النهاية. أستاذ حمدي شجيع، تقول أنه لن يطبق، أنه لن يطبق، يعني على الرغم من أن أوراق هؤلاء المحكوم عليهم أرسلت إلى يعني المفتي العام في مصر. حقيقة صحيح دكتور فيصل، هو إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي يعني ضمنيا هو الحكم عليهم بالإعدام، ولكن هذا ليس حكما نهائيا ونافذا، فأي حكم في مصر يتطلب أن يستأنف بعد طيب ذلك، وثم استئناف آخر، ثم محكمة النقض هي التي تؤيد الحكم أو واضح تنفي أو تعيد المحاكمة من جديد. سأعود إليك، سأعود إليك أستاذ حمدي شجيع، سأعود إليك. القانونيون بالإجماع أو معظمهم يعني رجحوا أن هذا الحكم سيعاد محاكمة. طيب، سأعود إليك أستاذ حمدي شجيع. أستاذ جمال، يعني هل تتوقع أن هذا القرار أو هذا الحكم يعني يضيف زخم سياسي لحركة الإخوان أولا، وهو يؤكد في نظر البعض من جهة أخرى أن القضاء في مصر غير مستقل وأن العسكر هم الذين يتحكمون في هذا الجهاز؟ صحيح إلى حد ما. أعتقد أنه على المستوى الداخلي هذا يعطي يعني مصداقية أكبر للتبريرات التي تقدمها جماعة الإخوان في مصر حول أن أو لتيار دعم الشرعية عموما، دعم الشرعية بصفة عامة في مصر، أنه هم المستهدفين يعني من هذه القرارات، والمسألة ليست مسألة قانونية بحتة بل خلفيتها خلفيات سياسية محضة. وعلى المستوى الخارجي لأن كذلك دكتور جمال، نعم، هي سابقة يعني بهذا صحيح العدد وبهذا الكم، صحيح، يعني لا تكاد تجد يعني في تاريخ المحاكمات يعني على المستوى مستوى العالمي إن صح التعبير، يعني في التاريخ البشري، التاريخ البشري يعني من أمثال هذه المحاكمات يعني بالجملة إن صح التعبير يعني. ولكن كذلك أريد أن أقول أنه على المستوى يعني هذا الحكم أثاره ارتداداته على المستوى الخارجي ستكون أكثر، يعني خاصة وأن يعني لاحظنا أغلب ردود الفعل خاصة من الهيئات الدولية الدولية حتى يعني الدول الدول الغربية، كذلك الهيئات الحقوقية كلها يعني لم توافق يعني على مثل هذه الإجراءات طيب القانونية يعني المتشددة جدا يعني. طيب، لمناقشة هذا الموضوع تحديدا أستاذ جمال، ومن وجهة نظر قانونية، يلتحق عبر الهاتف معي من القاهرة الدكتور أحمد سليمان، وزير العدل السابق المصري. أهلا ومرحبا بكم بداية سيدي. كيف يعني تلقيتم هذا الخبر، خبر يعني حكم الإعدام على أكثر من 500 شخص من تنظيم الإخوان، وأنتم طبعا توليتم منصب القضاء واشتغلتم في القضاء لمدة سنوات، لعدة سنوات في مصر؟ اسمح لي في البداية تفضل أن أقول أن الحكم
لم يصدر من محكمة ولم يصدر في محاكمة. نعم. وهو كارثة إنسانية وقانونية. لا يمكن أن تكون حياة الإنسان لا تساوي أن تفسح المحكمة صدرها لكي تسمع دفاع، وهي جريمة. نصت المادة 99 من الدستور الجديد على أن مخالفة أو عدم أو إهدار أحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور والقانون جريمة جنائية لا تسقط العقوبة فيها بالتقادم. نعم. وقد نصت المادة 96 على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة. نعم. تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، كما نصت المادة 98 على أن حق الدفاع أصالة وبالوكالة مكفول. وبالتالي فإن المحكمة تكون قد أهدرت الحقوق المنصوص عليها دستوريا، ومن ثم تكون قد ارتكبت جريمة لا تسقط بالتقادم. فعلا. الحكم يا سيدي عنوان لمرحلة من أسوأ المراحل التي تعيشها مصر، والتي عبرت عنها أدبياتهم: إحنا شعب وأنتوا شعب، لينا رب وليكوا رب. ولم ينق ولم ي... ك... كان تكملة للصورة يجب أن يقولوا لينا حكم وليكم حكم. بنات الإسكندرية قضي عليهن بالحبس 11 عاما، تم تخفيضها في الاستئناف إلى سنة مع وقف التنفيذ. وهذا الحكم يماثل تماما الحكم الصادر على الضباط المتهمين بقتل 37 معتقلا. نعم. في سيارة الترحيلات، وكأن الاشتراك في مظاهرة أو التعبير عن رأي جريمة، وأن عقوبتها تساوي عقوبة إزهاق أرواح 37 شخصا. طيب. المرحلة يا سيدي حلقات يكمل بعضها بعضا. من بيده سلطة التشريع يصدر تعديلا لقانون الإجراءات. طيب. الجنائية. طيب أحمد، أستاذ أحمد سليمان، لكنكم تنتقدون هذا القطاع وكنتم على رأس هذا القطاع لمدة سنوات، كيف تنتقدون هذا القطاع وأنتم كنتم المسؤولين، يعني المسؤول الأول عن هذا القطاع؟ نعم. الوزير العدل لا شأن له بالقضاء، لا يتدخل في القضاء أبدا أبدا، ولكن أنا أرصد ما جرى من 3/7. الحبس أصبح في أمور لا تشكل جرائم، كحيازة مسطرة عليها إشارة رابعة العدوية، كإهمال التحقيق في مجازر رابعة والنهضة، والتي وصفها رئيس الوزراء السابق بأنها أعمال وحشية. الحبس الاحتياطي يتم دون توفر مبرراته، كما حدث مع المستشار محمود الخضيري والدكتورة ميرفت جليلة التي تم سحلها واقتيادها من مستشفاها أمام مرضاها. طيب. طيب شكرا شكرا. سأعود إليك الدكتور أحمد سليمان. الأستاذ سيبشير، طبعا استمعت لما تفضل به الدكتور من مصر، إذن هذه الأحكام باطلة بحكم القانون. طبعا لن نناقش المسألة من جانب قانوني لأن الأستاذ تكفل بها، لكن من وجهة نظر سياسية، يعني كيف استقبلتم أنتم كمحللين سياسيين يعني خطاب السيسي للترشح؟ لو أردنا أن نفكك هذا الخطاب في عمومه ماذا نقول؟ عندما استمعنا يعني إلى خطاب السيسي، خطاب الترشح، يعني تأكد لدينا بأن السياق الانقلابي الذي تحدث عنه زميلي. نعم. جمال، هو سياق الآن أصبح استحقاق لعودة العسكر مرة أخرى والارتداد عن تجربة ديمقراطية التي أسست لها. لكن اسمح لي، ثورة 25 جنوبية. لكن الرجل توقف مليا عند يعني قضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
الإنسان بالديمقراطية بالأمن بكذا. إذن الرجل هو يتكلم على المرحلة القادمة ستكون مرحلة ديمقراطية بامتياز كما يقول. طبعا إذا أردنا أن الكلمات لها مدلولاتها، الكلمة تكون حقيقية عندما تؤدي معنى حقيقي. أين حقوق الإنسان مما جرى في رابعة والنهضة؟ أين حقوق الإنسان مما جرى مما تحدث عنه الوزير المصري؟ أين الديمقراطية في الانقلاب على رأي الشرعي؟ إذا عدنا فقط إلى مقارنة فقط بين الوضع الفرنسي والوضع المصري، الرئيس هولندا الآن في أدنى شعبية له، البرنامج الاقتصادي صفر، الحزب الاشتراكي في فرنسا لم يؤدي أي خدمات منذ ماي 2012، لكن الديمقراطية تعني صوت وضع في الصندوق يحترم إلى غاية نهاية العهدة. الرئيس مرسي انقلب عليه العسكر لم يتم عهدته، أين حقوق الإنسان؟ أين الديمقراطية؟ وأين الأمن؟ هل الأمن في إدخال مصر الدولة العربية الأولى في متاهات لا نعرف أين ستنتهي بأرض الكنانة؟ آلاف من القتلى، ربما الآن قارب العدد 20,000 مسجون. عفوا عن المقاطعة مرة أخرى، هناك وجهة نظر أخرى يجب احترامها كذلك، هناك الملايين من الشعب المصري يؤيد ولا يمكن أن ننفي ذلك أنه يؤيد الرجل. وبعد إعلان مباشرة الترشح شاهدنا يعني عبر الفضائيات المصرية كيف خرج الآلاف من المصريين يهللون ويصفقون لترشح الرجل. طبعا هذا التهليل وهذا التصفيق يجب مقابلته بعدد التظاهرات التي رأيناها خرجت أمس والتي تم التعمية عنها إعلاميا. لهذا فعند تحليل خطاب المشير عبد الفتاح السيسي للترشح أو النظرة العامة للسياق السياسي في مصر يتأكد لدينا بأن ما تحدث عنه زميل طيب. جمال سياق انقلابي يتجسد ويتحقق طيب. وربما الرئيس المصري من الآن يمكن أن نسميه عبد الفتاح السيسي. طيب الأستاذ حمدي شجيع طبعا سيؤكد لنا يعني كيف تلقى الشارع المصري خبر أو إعلان ترشح المشير السيسي. أستاذ حمدي شجيع، هل فعلا هناك جماهير كما شفنا في بعض الفضائيات يعني كبيرة وكثيرة خرجت لتأييد هذا الترشح؟ يعني هو بالتأكيد المشير عبد الفتاح السيسي له شريحة واسعة من مؤيديه أيضا كما له معارضيه. كاميرا الشرق أيضا في عقب بيانه بوقت قصير نزلت إلى الشارع والتقطت بعض الأحاديث والصور مع المؤيديه في شارع جامعة الدول العربية. بالتأكيد الرجل له شريحة واسعة من مؤيديه، لأنه ليس فقط لمجرد أنه وزير الدفاع أو أنه أظهرته الكثير من وسائل الإعلام بشكل جيد، ولكن الكثير أيده من البداية كرها في جامعة الإخوان المسلمين، لأنه بالتأكيد المناخ السياسي الذي تعيشه مصر الآن هو جزء كبير متسبب في جامعة الإخوان المسلمين وحكم الرئيس المعزول محمد مرسي. الأخطاء التي وقعوا فيها ساهمت بشكل كبير في أن تنقلب الموازين في مصر بعد 3 من يوليو الماضي أو بعد 30 يونيو من العام الماضي، وبالتالي جعل شريحة كبيرة من الشعب المصري تنفر من جماعة الإخوان المسلمين. دعني أسألك يعني أخطائها المتكررة وتلتف حول السيسي وقراره بالإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. طيب حتى وإن شجيع. كان هناك فئة معارضين لترشح السيسي والذين خرجوا عقب بيانه أيضا. طيب أستاذ شجيع، هناك طبعا من قرأ أيضا خروج السيسي على قناة فضائية مصرية بأنه يعني هناك دعاية حكومية رسمية مسبقة للرجل، وأن الرجل يعني بعيدا عن صناديق الانتخاب سيكون هو الرئيس القادم لمصر. يعني الجميع كان يتمنى أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة يعني مليئة بالمرشحين المعروفين، ولكن حتى الآن لم يكن هناك مرشح منافس للمشير السيسي إلا حمدين صباحي. خروجه على التلفزيون المصري وإعلانه عن بيانه كان تناوله الكثير خاصة من الأكاديميون في مجال الإعلام أنه يفترض أنك استقلت من منصبك كوزير للدفاع، وبالتالي إما أن تتاح الفرصة لكل المرشحين أن يخرجوا على التلفزيون المصري ويتحدث
يحدثون بنفس الوقت ونفس المساحة. وبالتالي حتى تلفزيون مصر حاول كنوع من التوازن عرض تقرير مباشر عقب خطاب السيسي، تقرير عن حمدين صباحي المرشح المفترض أن يكون منافسا لعبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة. بالتأكيد هناك كثير من المآخذ على التلفزيون المصري بعملية تناوله للموضوعات عامة وفي القضايا الموجودة في مصر وعدم موضوعيته يعني. شكرا أستاذ حمدي الشجيع، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من القاهرة. طيب أنتقل بسؤال إلى الأستاذ أو الدكتور أحمد سليمان الوزير العدل السابق. أستاذ أحمد سليمان، هناك من يقول أن ترشح السيسي هو عودة ضمنية لحكم العسكر، أنتم من بحكم منصبكم السابق كيف تقرؤون هذا الترشح؟ مصر عانت طوال 60 عاما من حكم العسكر. هؤلاء لهم عقليات محددة، هم لا يكفرون بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير. ما أن هل علينا 3/7 حتى أغلقت القنوات الفضائية وصار الاعتقال بسبب وبغير سبب، وصار الحبس لأتفه الأسباب والتجديد دون مناظرة المتهمين، ثم توج هذا الإجرام بذلك الحكم الصادر بإعدام 528 متهما ليسوا جميعا من الإخوان المسلمين بل إن بينهم متهم مسيحي. ولو كانوا جميعا من الإخوان المسلمين أليسوا مصريين؟ أليسوا آدميين لهم حق الدفاع عن أنفسهم؟ هذه جرائم أزرت بمصر كثيرا وأساءت إليها كثيرا في الداخل وفي الخارج. أذكر حضرتك، لكن أستاذ سليمان كنتم دائما تقولون أن القضاء في مصر مستقل. عندما التقى أستاذ سليمان في النصف الأول من يوليو خرج ليعلن أن الانقلاب على محمد مرسي لم يكن بسبب سوء إدارة البلاد وإنما لرغبة السيسي في حكم البلاد، وكان قد أقسم أنه لا يطمع في حكم مصر، وها هي الأيام تكشف أنه يتقدم لحكم البلاد. طيب شكرا أستاذ أحمد سليمان، كنت معنا من مصر وزير العدل السابق، شكرا جزيلا لك. أستاذ جمال، لو رجعنا إلى خطاب السيسي، الرجل أعطى تقريبا إيحاءات بأنه في المرحلة القادمة لو أصبح رئيسا لمصر سيحاول أن يجمع الجميع من حوله، وأنه ليس رجل أتى ليصفي حسابات مع جهة معينة، إذن الرجل في النهاية هو يريد أن يجمع المصريين. والله في الحقيقة هذا كلام يعني جميل، ولكن الواقع ينفي تماما هذا الكلام. يعني ما يلاحظ على أرض الواقع هو أن فيه محاولة لاقتلاع يعني حركة سياسية، حركة اجتماعية متجدرة في المجتمع المصري، بل استطيع ان اقول انها تعتبر يعني الحركة الاولى في مصر، يعني سياسيا واجتماعيا حركة الإخوان يعني عندها جذورها، وكل المحاولات تاريخيا كل محاولات لاجتتاتها لم تنفع. يعني فقط لما فتحت أبواب صناديق الاقتراع بحرية يعني لاحظنا أنها جاءت في المرتبة الأولى. الآن الرجل طبعا يحاول تمرير يعني مشروعه الانقلابي كما قلت لك في السابق، يعني إكمال استحقاقه الانقلابي، وهذا يعني كلام موجه أكثر منه إلى الخارج، يعني إلى أكثر منه طيب. إلى الداخل يعني. طيب شكرا الأستاذ جمال. طبعا فاصل مشاهدينا الكرام ونعود لمناقشة الجزء الثاني من هذا العدد والذي خصصناه للأزمة الأوكرانية. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من هذا العدد والذي كما قلت سابقا خصصناه لمناقشة الأزمة الأوكرانية، خاصة وأن طبول الحرب تدق في هذه المنطقة على خلفية الأزمة التي نشبت قبل أشهر في شبه جزيرة القرم. طبعا قبل مناقشة هذا الموضوع نشاهد هذا التقرير لمبعوثنا مبعوث الشروق إلى كييف الزميل غماري عيسى.
تسارعت وتيرة الأحداث بشكل مثير في أوكرانيا، حيث تم تقسيم البلاد واقتطاع جزء حساس منها في فترة زمنية وجيزة فاجأت كل المراقبين والمحللين وتركت الشعب الأوكراني تحت الصدمة. من جهتها صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعم وحدة أراضي أوكرانيا، ودعا نص القرار الدول إلى عدم الاعتراف بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، الذي جاء عقب استفتاء جرى يوم 16 مارس الجاري، معتبرا أن الاستفتاء يفتقر للقاعدة القانونية ولا يمكن أن يكون أساسا لتغيير الواقع في القرم أو في مدينة سيفاستوبل حيث يرابط الأسطول الروسي. غير أن محللين رأوا أن هذه الخطوة جاءت متأخرة وأن المجتمع الدولي خذل أوكرانيا ولم يتدخل لحمايتها على الرغم من توقيعها على اتفاق بودابست العام 94 فيما عرف آنذاك باتفاق السلام مقابل النووي. هنا يوجد حقيقة تخبط لدى السلطات الرسمية، لا تستطيع حقيقة أن تقدم شيء لشبه جزيرة القرم لعدة أسباب. السبب الأول حقيقة أن المجتمع الدولي يبدو وأنه خذل نوعا ما السلطات الأوكرانية هنا في كييف، حيث أن كما تعلمون هناك توجد معاهدة ما بين أوكرانيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحتى روسيا أيضا من الموقعين على هذه الاتفاقية عام 1994 والمعروفة باتفاقية بودابست، والتي يعني جاء في بنودها أنه لا يجوز لأي دولة من هذه الدول الاعتداء على 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 أوكرانيا. أيضا في حال تعرض أوكرانيا لأي اعتداء من أي دولة فإن هذه الدول مطالبة بحماية أوكرانيا، في المقابل أن تقوم أوكرانيا بالتخلي عن أسلحتها النووية، وهذا ما تم بالفعل. ضريبة غالية إذا دفعتها أوكرانيا مقابل الانضمام للاتحاد الأوروبي الذي سيكون صارما إلى درجات كبيرة في التعامل مع القوانين التي تلزم المترشحين للانتساب إليه بتنفيذها، موازاة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو المقبل وإعلان رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو عزمها على الترشح، وهي التي خرجت من السجن بعد ثورة أطاحت بغريمها وخصمها اللدود فيكتور يانوكوفيتش ودفعت به إلى الهروب نحو الأراضي الروسية. طيب ليلي، مناقشة الأزمة الأوكرانية، طبعا أتشرف دائما بحضور هنا في البلاتو الأستاذين أستاذ جمال عليوة والأستاذ شبشير محمد، أستاذين بجامعة تيزي وزو قسم العلوم السياسية. يلتحق معي عبر الهاتف الأستاذ ماتوزوف محلل سياسي، وعبر سكايب مبعوثنا إلى كييف الزميل غماري عيسى. أهلا ومرحبا بكم جميعا. طيب أبدأ معك زميلي عيسى، أبدأ معك طبعا من الحدث. الرئيس السابق المعزول يانوكوفيتش دعا إلى استفتاء على كل مناطق جمهورية أوكرانيا، وأنت بحكم وجودك في أوكرانيا منذ تقريبا أكثر من أسبوعين، كيف تلقى الشعب الأوكراني هذه الدعوة؟ بطبيعة زميلي فصل، الشعب هنا منقسم يعني على هذه المسألة وعن على كل المسائل التي طرحت في هذه المرة وفي المرات السابقة. طبعا هنا الغرب الأوكراني وهو كما يسمى الغرب الوطني والغرب القومي هنا يرفضون بشكل مطلق هذه الفكرة، بينما يؤيد الشرق الأوكراني وأكبر هذه المدن هي مدينة خاركوف وديبروبيتروفسك، حيث ينتمي أو حيث ولد الرئيس الهارب فيكتور يانوكوفيتش، مدينة ديبروبيتروفسك ومدينة أو منطقة الدنباس كما تسمى. كل هذه المناطق تطالبون يتم إجراء استفتاء على غرار الاستفتاء الذي تم في شبه جزيرة القرم، غير أن السياسيين هنا والمحللين السياسيين يستبعدون فكرة أن تتم تنظيم مثل هذا الاستفتاء للعديد من الأسباب، أهمها هو الرفض الدولي الذي قبل به الاستفتاء الذي جرى في جزيرة القرم وعدم الاعتراف الدولي الكبير والواسع بهذا الاستفتاء، بالرغم من أسمته هذه الأطراف التهديدات الروسية عديد من الدول التي شاركت أو يوم
أمس في اجتماع الجمعية العامة. طيب سأعود إليك زميلي عيسى، شكرا جزيلا لك. سأعود إليك بعد قليل الأستاذ سيباشير. يبدو أن تجربة، خلينا نقول تجربة جورجيا حاضرة الآن في المشهد الأوكراني، أو أن هذه تجربة بعيدة الآن عن المشهد الأوكراني؟ بل أن التجربة الجيورجية هي نفسها التجربة الأوكرانية، تعود مرة أخرى. لماذا؟ لأن هناك خطوط حمراء في تحرك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي نحو الشرق، التوسع المزدوج لهاتين المؤسستين الكبيرتين نحو الشرق، كان هناك شرط روسي هو خط أحمر، وهو أوكرانيا تكون هي الخط الأحمر الأخير لهذا التوسع المزدوج للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وبما أن الاتحاد الأوروبي لم يمتنع وأراد توقيع اتفاق شراكة مع أوكرانيا، في حين أن هناك اتحاد جمركي روسي أوكراني مع 4 جمهوريات من آسيا الوسطى، هنا أحس بوتين بأن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة يخلون ب معاهدة ضمنية كانت قد أصبحت أمرا واقعا سياسيا، ولهذا تحرك بوتين ليضم شبه جزيرة القرم أولا، ويضع أوكرانيا في وسط لعبة دولية لتصبح أرضا محايدة يجب أن تقف عندها الخطوط الحمراء لهذا التوسع المزدوج. طيب أستاذ جمال، إلى أي مدى ممكن أن يصل بوتين للحفاظ على طبعا مصالح روسيا الاستراتيجية؟ هل يمكن في اعتقادك أن يصل إلى حرب حقيقية مع أوكرانيا؟ يعني شخصية الرجل وردود أفعاله السابقة، يعني على ضوء المصالح، نعم هو المصالح الكبرى، يعني الرهان الكبير، يعني المصالح الكبرى في المنطقة بالنسبة لروسيا. أعتقد أنه المسألة يعني قد تتطور إلى نزاع مسلح، يعني تدخل روسي، ولكن هذا مرتبط كذلك ما بالمقابل، يعني الخطوات الأخرى التي يمكن أن تسلكها أوكرانيا، يعني مثلا خاصة اتجاه الأقاليم الشرقية، يعني اللي هي أقاليم بالأصل يعني تعرف يعني كثافة سكانية يعني روسية بالدرجة الأولى. فإذا فيه كان تحرك هناك، يعني عرفت هذه الأقليات في بعض الأحيان فيها حتى تكون أي أكثرية في هذه المناطق الشرقية، يعني روسيا عرفت يعني تهديدا أمنيا لها، أعتقد أنه الجيش الروسي سيتدخل في, في, في في المنطقة لحماية يعني هذه الأقليات الروسية. يعني المعلومات تقول أن 100,000 جندي روسي الآن موجودون. هناك تجنيد كبير، صحيح هناك تجنيد كبير، إذن هناك نية حقيقية. لا، الأمور فيه استعداد حقيقي. الأمر مرتبط كما قلت لك بالخطوات الطرف المقابل، يعني ماذا سيقدم عليه الطرف المقابل. بالمقابل وأعود للكلام الأستاذ زميل الأستاذ سيباشير، المسألة هناك جوهر الخلاف الكبير هناك هو الإخلال الطرف الغربي، خاصة الأطراف الغربية الولايات المتحدة الأمريكية والطرف الأوروبي، بالتزام تاريخي معروف أين في وقت التي كان فيه تفكك الاتحاد السوفيتي أثناء المحادثات بين غورباتشوف، يعني هذه يعني يجب أن يعرفها الجميع هذه الحادثة. نعم. أثناء المحادثات بين غورباتشوف والغرب آنذاك بصفة عامة على رأس الولايات المتحدة الأمريكية أثناء تفكك الاتحاد السوفيتي، يعني المحادثات آنذاك كان فيه التزام غربي آنذاك مقابل روسيا بأن يتم لا يتم الانتشار والتوسع إلى حد أوكرانيا، يعني أوكرانيا بالنسبة لروسيا هي منطقة حمراء لا يمكن تجاوزها يعني بأي حال من الأحوال. لذلك الآن الطرف الروسي يرى بأن الغرب أخلى يعني القواعد اللعبة، وبالتالي وجب عليه التحرك يعني. طيب أستاذ جمال، دعنا ننتقل إلى زميلي غماري عيسى. زميلي عيسى، يانوكوفيتش قال أيضا أن إسقاط السلطة في أوكرانيا تم تخطيط له في الغرب، هل فعلا الشارع الأوكراني يشعر بأن هناك مؤامرة عليه من طرف الغرب؟ بطبيعة الحال هذه نظرية المؤامرة كثيرا ما تراودت هنا في الشارع الأوكراني. نعم. والشارع الأوكراني مقتنع تماما بأن الذي يقف وراء هذه الدعاية هي موسكو، وذلك لتبرير
الفشل الذي قامت الذي سقطت فيه هنا الحكومة الأوكرانية. بطبيعة الحال الحكومة الأوكرانية والسلطات تواجه تحديات كبيرة، وأهم هذه التحديات هي فشلها في السيطرة على الأزمة التي خلفت يعني انعياش جزيرة القرم هنا العديد من المواطنين، وجزء كبير من الشعب الأوكراني يعني يشعر بخيبة الأمل الكبيرة بسبب فشل الحكومة الأوكرانية والسلطة الجديدة. طيب في الجهة الأوكرانية هناك خيبة أمل، لكن نتكلم عن مواطني شبه جزيرة القرم، هل هم كذلك يشعرون بنفس الشعور أم أن هم يعني سعداء بانضمامهم إلى روسيا؟ نعم، قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من الحديث عن التركيبة السكانية لشبه جزيرة القرم. شبه جزيرة القرم تقطنها غالبية روسية الروحي موسكو، يقولون لك أن شبه جزيرة القرم هذه المنطقة لطالما كانت جزءا وأرضا روسية، لهذا السبب الكثير من يشعرون بالارتياح وجوعهم بين قوسين إلى الحضن الروسي، ولكن شعرنا إلى أن جزء كبير من سكان هذه المنطقة وهم يعني سكان هذه المنطقة تتار القرم المسلمون الذين. طيب يبدو انه في مشكل من يعني من المصدر. عفوا زميلي عيسى على المقاطعه، يعني حتى يتسنى لنا اصلاح العطب. استاذ سيباشير، يبدو ان الدب الروسي غير آبه تماما بالتهديدات الغربيه وتحديدا الامريكيه، ويبدو انه يريد فرض امر واقع طبعا لحمايه مصالحه. طبعا أنا عندما ننظر إلى التحرك الروسي في سياق ليس يعني بحادثة أوكرانيا فقط، بل نربطها بسياق تحرك الروسي منذ صعود بوتين إلى الحكم، نجد بأن هناك مشروع روسي للعودة إلى الساحة الدولية. هذه العودة تتم بفرض وجود روسي صلب يعني عسكري، رؤية روسية لكل ما يجري خاصة في المنطقة. لهذا نرى روسيا بأنها عندما ساندت إيران الآن أصبحت قوة إقليمية، عندما ساندت روسيا الرئيس بشار الأسد لم يسقط سوريا، لم يسقط الرئيس بشار الأسد. لهذا نرى بأن التحرك الروسي تحرك برؤية، بمشروع، بإدراك لشؤون المنطقة، أولا من حيث فرض وجود روسي من ناحية الصلبة يعني من ناحية العسكرية، ومن ناحية القيمية تغيير قواعد اللعبة الدولية بحيث أنه نعود الآن إلى شبه حرب باردة يوجد فيها لاعبان دوليان كبيرا. بشير، ألا يؤثر على مصالح روسيا خاصة مسألة الغاز، ومعروف أن روسيا هي المصدر الرئيسي للغاز إلى أوروبا، وخاصة إذا علمنا أن أمريكا فرضت عقوبات اقتصادية كبيرة على روسيا، لا يضر هذا بمصالحها؟ طبعا عندما نرى خريطة الأنابيب الروسية الطاقوية نرى بأنها قد أحاطت بكل هذه المشاريع الأنابيب لتوصل الطاقة إلى أوروبا، بحيث أن العقوبات الاقتصادية لا تؤثر، بالإضافة إلى أن هذه الطاقة هي المورد الرئيس، أكثر من 55% من مداخيل روسيا من الطاقة بترول زائد غاز، وبالتالي فإن كل الخريطة أو كل الرؤية الروسية الآن رؤية تأثيرية، رؤية بقدرة يعني على التأثير في المنطقة، في الأحداث، في ما يجري على الساحة الدولية. والعقوبات التي رأينا بأن الغرب قد فرضها، الآن الغرب يعود إلى الوراء ليقول بأنه سنتفق مع روسيا على أقل تقدير على أن تحيد أوكرانيا، ولا تصبح القضية قضية عسكرية بحتة، قضية أمنية يعني بحتة في المنطقة. واضح. سأعود بسؤال إلى زميلنا، يبدو أنه الخلل يعني تم معالجته. زميلي عيسى، كنت قد سألتك قبل انقطاع الخط، يعني ما هو الانطباع السائد الآن عند سكان شبه جزيرة القرم، و أيضا هل هم ممكن داعمين للرؤية الروسية في حربها مع أوكرانيا؟ نعم، شبه جزيرة القرم منقسمة إلى قسمين، القسم الأول وهو القسم الناطق بالروسية والذين يشعرون
بالانتماء الروحي إلى موسكو، وهم يشعرون بارتياح كبير لنتائج هذا الاستفتاء على الرغم من المعارضة الدولية وعلى الرغم من الرفض الدولي الكبير الذي قبل هذا الاستفتاء. الجانب الثاني وهم تتار القرم. فعلا كنت سأسألك حول هذه الأقلية المسلمة خاصة ونحن مسلمين، ويهمنا رأي ومواقف ويعني مكان هذه الأقلية في هذا الصراع الدائر. نعم، العارف بتاريخ هذه يعني الفئة الأقلية في شبه جزيرة القرم يعرف تماما بأن هناك أو بأن هذه العلاقة بين تتار شبه جزيرة القرم وموسكو لطالما كانت علاقة شائكة، وذلك بعد ما تسمى هنا بالديبورتاتيا أو التهجير الذي قامت به موسكو بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تم تهجير هذه الأقلية إلى كل من أوزبكستان وكازاخستان وإلى مناطق بعيدة في الاتحاد السوفيتي. طبعا بعد نهاية الاتحاد السوفيتي عادت هذه الأقلية لتقطن في موطنها الأصلي. هذه الأقلية تدعم وبشكل كبير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن عندما قامت موسكو بعد الاستفتاء الأخير بضم جزيرة القرم إلى هذه إلى روسيا، يعني المسلمون عبر العالم يشعرون بالقلق الكبير والتخوف الكبير يعني بسبب هذه المشكلة التي تواجه إخواننا المسلمين في هذه المنطقة. قبل أيام التقيت بالرئيس الأوكراني السابق يعني ماكارف، وهو أول رئيس لجمهورية أوكرانيا المستقلة، يعني قال لي بأن على هؤلاء التتار المسلمين البقاء في أرضهم ويتشبثوا بأرضهم على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجههم وعلى الرغم من التخوفات أو على الرغم من الاضطهادات التي تواجههم بعد يعني بعد أن اختاروا التوجه الأوروبي، ولكن على الرغم منهم تم طردهم إلى روسيا. طيب شكرا جزيلا لك زميلي غماري عيسى. الأستاذ جمال، يعني الآن روسيا كما قلت سابقا يعني تحمل مسؤولية ما جرى إلى الغرب، ويقول بوتين بالحرف الواحد أن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة لرفض بلاده مقايضة أوكرانيا بالأزمة في سوريا. هل تعتقد فعلا أن هناك مقايضة من طرف الغرب على دعم روسيا لسوريا؟ قد يكون هذا، ولكن أعتقد أن المسألة نسبية. المسألة هي كما قلت لك في السابق مرتبطة أكثر بكون أوكرانيا يعني منطقة حمراء بالنسبة لروسيا لا يمكن يعني المساس بها. لأن لكن أستاذ، ألا تعتقد أن الغرب خاصة أمريكا ممكن أن تقايض حول مواقف روسيا في سوريا من المسألة الأوكرانية؟ لعبة السياسات الدولية يعني كل شيء ممكن فيها، يعني حتى هذه إمكانية المقايضة الموقف الروسي في بالنسبة للأزمة السورية يعني مقارنة بأوكرانيا ممكن يحدث، ولكن أعتقد أنه لا يجب أن ننحل عارف عن جوهر الأزمة، جوهر الأزمة. نعم، قد يكون نوعا ما محاولة معالجة هذه الأزمة عن طريق اللعب على هذا الجانب هذا، ولكن جوهر الأزمة هو هذا. كما قال لك الأستاذ يعني سي بشير، الآن فيه مشروع في روسيا للعودة عودة روسيا للعب دورها الدولي. نعم. الحقيقي. وإذا هذا الصراع يعني تقريبا صراع طبيعي يعني إلى أقصى درجة. يعني طيب أستاذ شبشير، هل أنت تتفق أولا مع ما يقول أن الغرب يريد أن يصدر نموذج الثورات العربية إلى الجوار الروسي؟ هل أنت مع هذه المقاربة؟ هذه المقاربة خاطئة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة وفاة 100 معارض في أوكرانيا أقامت الدنيا ولم يقعدها، ووفاة الآلاف مئات الآلاف في التجارب الديمقراطية العربية الفاشلة انطلاقا من الجزائر إلى ما يجري في العراق، القاهرة، وما يجري في سوريا. المقارنة يعني تكون خاطئة. لماذا؟ لأنه هناك عالم يمكن أن يصل إلى الديمقراطية، وهناك عالم يعني هو ممتنع إما بالفرض الدولي أو بالحقيقة الذاتية عن هذا التغير الديمقراطي. لهذا فالتصدير
الربيع العربي بين قوسين إلى أوكرانيا، هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه المعايير الحياة الإنسانية لا تتفق جغرافيا بين منطقة اسمها أوكرانيا، 100 قتيل قلت أقام الدنيا ولم يقعدها، وآلاف القتلى في رابعة والنهضة، ومشروع تهديم الدولة في سوريا، وما جرى من قبل هنا في الجزائر، أو ما يجري في العراق وفي مناطق عربية أخرى، هنا المقارنة تكون خاطئة 100%. طيب زميلي عيسى غماري، أرجع إلى الموضوع الذي كنت تتكلم عليه، وهو مسألة تطار المسلمين في شبه جزيرة القرم. طبعا هناك من يقول أن هذا يعني المجتمع الصغير يعني أعطى قراءة خاطئة مرة ثانية لهذا الأزمة الموجودة، وانحنى إلى يعني الجهة الأخرى، يعني الجهة الروسية، وهذا سيؤثر على مواقفه مستقبلا. نعم، بطبيعة الحال كما قلت لك قبل قليل، الشبه أو التتار المسلمون الذين يخطرون في هذه المنطقة يؤيدون الاتحاد الأوروبي ويؤيدون الانضمام للاتحاد الأوروبي، لأنهم يعرفون بأن في هذا يعني أو يأملون أن تكون هذه الخطوة، خطوة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تعطيهم أكثر انفتاح وأكثر حرية في ممارسة عقائدهم وفي ممارسة شعائرهم الدينية. التتار هنا في موقف لا يحسدون عليه، لأنهم خرجوا إلى العلن ويعني أظهروا نواياهم هذه، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. موسكو سيطرت على شبه جزيرة القرم وسيطرت على أراضي التتار المسلمين، وهو ما سيعرضهم. هل يمكن أن يدفعون هذه المرة أيضا زميلي عيسى يعني ضريبة هذا الموقف مرة ثانية؟ نعم، بطبيعة الحال هنا التتار المسلمون هنا في كييف وفي الغرب الأوكراني وفي الشرق الأوكراني يعني متضامنون كثيرا مع إخوانهم الذين يقطنون في شبه جزيرة القرم، ومتخوفون إلى درجات كبيرة بأن يتم أو بأن يدفع هؤلاء التتار الثمن في وقوفهم في وجه موسكو وفي يعني إعلانهم بنواياهم. على لابد من الحديث على أن بعض وسائل الإعلام التطرية التي مثلا تليفون أو تلفزيون تي ار تي، وهو تلفزيون المسلمين هناك وفي شبه جزيرة القرم، تعرض في العديد من المرات إلى كثير من المضايقات من طيب زميلي عيسى. شكرا جزيلا لك زميلي عيسى، كنت معنا من كييف موفد الشروق إلى أوكرانيا. في أقل من يعني 30 ثانية أستاذ جمال، كيف تنظرون إلى مستقبل الأزمة الروسية الأوكرانية؟ أعتقد أنه هناك يعني سيناريو الأقرب للوقوع هو أنه إرادة روسيا هي التي يعني ستتفوق في النهاية. أعتقد طيب. لأن كل المؤشرات يعني وكل المعطيات بيد روسيا. نعم. فعلا أستاذ سيبشير، نفس السؤال، يعني كيف تنظرون إلى مستقبل هذه المنطقة؟ أوافق ما قاله زميلي علي، إضافة إلى أنه الآن تجري مفاوضات زمنية بين الغرب وروسيا لتحييد أوكرانيا مستقبلا حتى لا تتصاعد الأزمة وتصبح يعني أزمة عسكرية. شكرا جزيلا، شكرا ضيفي هنا في البلاطو، الأستاذ جمال علي والأستاذ بشير محمد من جامعة تيزي وزو قسم العلوم السياسية. كان معي طبعا عبر الهاتف الدكتور أحمد سليمان وزير العدل السابق من القاهرة، ومراسلنا كذلك من القاهرة الأستاذ حمدي شجيع، وأيضا كان معي زميلي مبعوث الشروق إلى أوكرانيا وتحديدا إلى كييف الأستاذ غماري عيسى. شكرا جزيلا لكم، شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى الملتقى إن شاء الله.